بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أهلنا الأعزاء في البقاع الأوسط. بعد كل هذه التطورات والاعتداءات الغير مقبولة من بعض قطاع الطرق ونحصر المسؤولية بهم، وليس لدينا مشكل مع بقية أهلنا في البقاع. نحن أول من دعم هذا الحراك، ولم نرضى يوما بأي دور طائفي للحراك، كما ونطلب من الحراك أن يتبرأ فورا من هؤلاء الزعران وقطاع الطرق، لأن الاعتداء على أهلنا وقطع الطرقات وشتم الرموز الدينية أمر خطير وغير مقبول، وقد يؤدي لأمور لا تحمد عقباها. ومن هنا أتوجه للدولة اللبنانية وقيادة الجيش بقيادة العماد جوزيف عون والأجهزة الأمنية أن تكون كفيلة بحماية حق المواطن في التجوال، وأن تتدخل بقوة وتحمي أهلنا على الطرقات. وإن الذين قاموا بالاعتداء معروفين وأسماءهم موجودة، ونحن ما زلنا نلتزم بقرار قيادة المقاومة التي تطلب منا دائما التروي والصبر والبصيرة، بس لازم تتعالج الأمور بأسرع وقت. تحية إلى كل الشرفاء في هذا الوطن، ونأمل تضافر الجهود لحماية الوطن. ولنا كلام آخر خال من التهديد، نتمنى من كل حريص على الوطن والسلم الأهلي أن يتحمل مسؤوليته تجاه الوطن ومنع الفتنة. ونحن لنا فائق الثقة بقيادة الجيش بأن تقوم بدورها، وإن تعذر عليها ذلك لأي سبب من الأسباب فسوف نضطر آسفين للقيام بما يجب القيام به. وشكراً.